بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تركيبة صيدلانية ممكن أنها تستخدم في القضاء على فيروس كورونا من خلال الديسنفكشن في الاندور بليسز. الاندور بليسز يعني الأماكن المغلقة. إحنا مشكلة فيروس كورونا هي في الأماكن المغلقة وليس في الأماكن المفتوحة، الساحات اللي بره والمناطق الخضراء والشوارع والكلام ده كله. ربنا وهب لنا الشمس بما فيها من حرارة وبما فيها من أشعة اليوفي تقدر تقتل الميكروبات الضارة، لأن الفيروس بيتنقل فقط في الاندور بليسز اللي هي الأماكن المغلقة اللي التهوية فيها بتكون ما هياش مظبوطة، لكن الاوتدور بليسز التهوية بتكون عالية، فبالتالي الفيرال لود عمره ما بيوصل لمرحلة الباثوجينست. الفيروس كورونا طبعا احنا عارفين ان هو عبارة عن مادة وراثية محاطة بالغلاف بتاعها، والغلاف ده بيحتوي على الفوسفوبيلابيد لاير والسبايك بروتينز اللي هي مسؤولة ان هي لما بيخش الفيروس ده جوه الجسم بيدور على الريسبتورز بتاعته اللي هي الاسيتو ريسبتورز اللي منتشرة في مناطق كتير في الجسم واهمها اللي هو الايه الرئة. فالسبايك بروتينز ديت هي بتعتبر المين فاكتورز او الحاجة الرئيسية اللي بتجعل الفيروس ان هو زي الايه زي الغطاء والقاع بتاع الحلة، تمام؟ البوتوم والليد. فالمشكلة بتاعته هنا بقى فين؟ في الانفلوب اللي هو موجود عليه السبايك بروتينز. لو احنا قدرنا ان احنا نغير في السبايك بروتينز ده او ان احنا نمنع العلاقة او عملية الانتراكشن ما بين الفيروس نفسه ماشي من خلال السبايك بروتينز ومن خلال والعلاقة ما بينه او الماتشنج ما بينه وما بين الاسيتي ريسبتورز، يبقى احنا هنمنع تماما الانفكشن. الفيروس ده هو قريب جدا لفيروس الانفلونزا، تمام؟ عبارة عن انفلوب وعليه السبايك بروتينز بتاعته، والانفلوب دهوت فيه الفوسفوليبيد بايلير. الاعراض بتاعت كوفيد 19 في جنرال سيمبتومز وفي كريتيكال سيمبتومز. الجنرال يعني قريبه جدا لحاجات اللي هي السايد افكتس بتاعت الانفلونزا زي الفيفر وزي الدراي كوف والريسبيراتوري ديستريس والميالجيا والفاتيج واللوس اوف ابيتايت، ولها برضو الفاكتوري وجستاتوري ديسفانكشنز. اهمها اللي هو ان المصاب بفيروس كورونا بعد فتره وجيزه من الاصابه بيفقد حاسه الشم وحاسه التذوق. لو الموضوع استمر وما حصلش العلاج بالطريقه المناسبه بنبدا نخش على كريتيكال سيمبتوم زي الريسبيراتوري فيلير والسيفير نيومونيا والسيبتيك شوك والمالتيبل اورجان فيلير. وعموما فيروس كورونا ده هو ماتر اوف بادي ريسبونس نتيجه الاي سايتوكاين ريليز. يعني في ناس بتصاب بالفيروس فالجسم او الرياكشن بتاع الجسم بيكون ضعيف، فبالتالي السايد افكتس بتاعه الفيروس نفسه ما بتبقاش موجوده او السيمبتومز بتاعه الفيروس ما بتكونش عاليه. وفي ناس الرياكشن بتاعها ضد الفيروس بيكون عنيف لدرجه ان السيتوكاين ريليز اللي هي اساسا مطلوبه لكن لو زادت عن الحد بتاعها تبدا انها تهاجم الجسم نفسه، وتبدا نخش فين في موضوع الجلطات في النهايه واللي هي تعتبر المشكله الرئيسيه في فيروس كورونا هو تكوين الجلطات. طيب اذا ثلاث مشاكل الرئيسيين بالنسبه للسارس كوف 2 او بالنسبه للكوفيد 19، في ثلاث مشاكل رئيسيه. المشكله الاولى اللي هو الجلوبال سبريد اصبح بانديميك والايز اوف ترانسميشن بيتنقل بسهوله جدا بين الناس لان هو له اكثر من طريقه للمود اوف ترانسميشن. فالجلوبال سبريد دهوت عامل له مشكله. في فتره وجيزه جدا لقينا الفيروس اتنقل من الصين لكل ارجاء الارض، فعشان كده احنا بنسميها بانديميك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المشكله الثانيه بالنسبه لي السارس كوف 2 ان هو السيفير بادي رياكشنز، تمام؟ اللي هو السيتوكاين ستورم. فجأة تلاقي الجسم كده بيتفاعل معاه بطريقة عنفوانية فيطلع انفلاماتوري بروتينز اللي بتبدأ تهاجم الجسم نفسه. المشكلة الرئيسية كمان التالتة بقى بالنسبة للفيروس هو عملية الميوتيشن، عملية التحور. ان الفيروس ده مشكلته انه بيتحور. فالميوتيشن ديت بتضعف عملية الفاكسينيشن، بتضعف عملية التلقيح.
دلوقتي العالم بيتكلم فيه جرعة ثالثة بالنسبة للتلقيح، لأن هم شايفين أو في أبحاث طلعت وقالت إن الأجسام المضادة اللي تكونت نتيجة اللقاح الأول واللقاح الثاني بتقل في الجسم بعد 3 إلى 6 شهور، يعني معنى ذلك محتاجين جرعة ثالثة. وأنا رأيي أنا شايف إن هم قريب هيقولوا عاوزين جرعة رابعة وإلى آخره. ليه؟ لأن الفيروس بيتحور، فالنهاردة الأجسام المضادة اللي موجودة جوه جسمنا طلع عليه متحول معين، بعد فترة المتحول ده أصبح متحول آخر، يبقى إحنا محتاجين أجسام مضادة أخرى، محتاجين باكسين تاني. هنشوف التركيبة بتاعتنا ديت إزاي إنها ممكن تساعد بنسبة كبيرة جدا في القضاء على الفيروس ده من خلال الثلاث خطوات أو من خلال 3 استراتيجيز هم بيشتغل عليها التركيبة بتاعتنا. الاستراتيجية الأولانية إن هو بيقتل الفيروس فين؟ outside the body، في الاندور بليسز، في الأماكن المغلقة، تمام؟ يعني بالمعنى كده البلدي احنا بنعمل عملية تعقيم للأماكن المغلقة، بحيث إن الفيروس لو موجود في غرفة زي ديت أو في مكتب زي ده يعتبر مكان مغلق. فإحنا عندنا التركيبة عاملة زي حائط صواريخ، الفيروسات اللي هي بتمشي في الجو ديت أو ما زالت معلقة في الجو حتى لو هي موجودة على الأسطح، التركيبة ديت بتخلص عليها. يبقى الأول استراتيجية اللي هي بتقتل الفيروس نفسه أو outside the body اللي هو في الاندور بليس. هل يا ترى هي لها دور في انها تقتل الفيروس نفسه في جوه الجسم؟ يعني ديت برضو محتاجة دراسات اكتر. وكمان التركيبة ديت الليفييت الفيروس سايد افكت او الكوفيد 19 سيمبتومز. المركب بتاعنا ده بنحطه في جهاز زي جهاز الفواحة اللي هو الهيوميديفاير، او اي حتى ممكن نحطه في، لو الموضوع تطور معانا ممكن نحطه في الكونديشنز نفسها، في الاير كونديشنز، في المكيفات. هي الفكره ان في عندي هنا سائل موجود تحت في القاع اللي هو عباره عن ووتر، وبحط معاه الماده بتاعتي. وبعدين الجهاز ده هو بيحتوي على الالترا ساوند، موتور الترا ساوند بيعمل سونيكيشن. فالسونيكيشن دي بتعمل فولاتيليزيشن للتركيبه دي كلها على بعضها باستخدام الميه، وطلع لي بخار ميه بيحتوي على التركيبه بتاعتي. التركيبه ديت او الجزء البخار اللي طالع ده بيلف فيه الغرفه كلها، تمام؟ زي العامل زي الايه، زي الدرونز كده، يعني بتلف في الغرفه بتقتل الايه، الفيروسات اللي موجوده في الهواء. وبعدين بتهبط باسلوب معين، بتنزل على السيرفيسز على الاسطح وتعقم حتى الاسطح نفسها. يبقى احنا هنا ما احناش محتاجين خالص بقى اللي بنشوفه في الإجراءات الاحترازية، إن هم بيرشوا الأسطح وبيعقموها بالديتولز وبغير الديتولز، ويرشهم الاندور بليسز والاوتدور بليسز، كل ده خلاص ما عدناش هنحتاجه. ويعني ده هيجنبنا تكاليف كبيرة جدا، لأن تعتبر حاجة رخيصة جدا ما هياش مكلفة، وما بستخدمش فيها القوة البدنية. يعني ده أنا مجرد بحط بس التركيبة في جهاز زي ده ويحوله إلى بخار، البخار ده بيلف فين؟ في الغرفة، يدور على أي فيروس بيقتله. طيب المود اوف أكشن بتاعة التركيبة دي بتشتغل إزاي؟ كل الببليكيشن وكل الناس اللي هم انترستد بالمركبات دي قالوا إن هي لها لايبوفيليك نيتشر، يعني مادة محبة للدهون مش محبة للمية. حديثة طب إحنا إزاي نحطها في مية هنا في الجهاز؟ ما هو السونيكيشن ده بيخلي المادة دي غصب عنها تدوب فين؟ في المية، وخاصة ان المية عندنا كمية كبيرة. الميجر مود اوف اكشن بتاعت هذه التركيبة هو خلال البريفنشن اوف فيرال اتاتشمنت اند انتر، تمنع دخول الفيروس نفسه للخلية، وده نتيجة اللايبوفيليك نيتشر لهذه المواد، فبتعمل انتركاليت انتو الليبيد باي لاير اوف ذا فيرال انفلوب، فتقوم تعمل عملية ايه؟ ريليز للمكونات بتاعت الفيروس للخارج. ليه؟ لان انا جبت الليبيد باي لاير نفسها وكسرتها. دي بالظبط زي الاكشن بتاع مين؟ الصابون والايثانول. احنا دلوقتي من الطرق الاحترازيه ان احنا لازم نغسل ايدينا كويس قوي بالميه والصابون، ولازم نغسل ايدينا بالالكحول، مش كده؟ اللي هو الايثانول مش الميثانول. ليه؟ لان الصابون ايه الميكانيزم في اكشن بتاعه؟ هو ان هو بيجي على الليبيد باي، هو ديترجنت ماشي، زي المسحوق بتاع الغسيل كده، ما بنحط على الهدوم او ما بنغسل ايدينا بعد اكل الدهون بنستخدم الصابون، فجأة تلاقي الدهون راحت، ماشي؟ ليه؟ لان الصابون ده هو الديترجنت. الماده اللي احنا حاطينها هنا ديت بالظبط بتعمل نفس الموضوع، هي الديترجنت، هي ماده ديترجنت،
هي بتيجي على الليبيد باي لاير اللي موجوده في الانفلوب اللي بره وتضيعه وتضيعه. وده الاكشن اللي بيعمله مين؟ الشمس. بره الشمس بتيجي على الانفلوب الخارجي ده بتاع الفيروسات والبكتيريا الضاره وتضيعه. فحتى بيسموه الانفلوب اللي موجود دوت الانفلوب الدهني بيسموه بوتر، زبده. شفت بقى لما تجيب زبده من الثلاجه وتحطها بره في الشمس ايه اللي بيحصل فيها؟ بتسيح. ف المود اوف اكشن ان هو بيجي على الليبيد باي لاير اللي موجوده في الغلاف بتاع الفيروسات وبيسيح، فبالتالي كده بيقضي على الفيروسات. حته بقى الميوتيشن، اتكلمنا عن الميوتيشن ان الفيروس ده متحور، متحور قوي. ظهرت منه حاجات صعبه كتير في انجلترا، في نيويورك، في ساوث افريكا، في الهند، واهمهم دلوقتي اللي هو شغال الدلتا 1 والدلتا بلس، واللي هو عامل قلق كبير قوي في العالم كله. ديت بتضعف موضوع الفاكسينيشن، حته الميوتيشن دي بتضعف موضوع التلقيح، لان عشان القح يبقى لازم القح ضد كل الايه الميوتانتس اللي موجود علشان اضمن ان الانسان اللي اتلقح ده لا يصاب مره اخرى، يبقى لازم القحه بكل الميوتانتس الموجوده. طبعا ده شيء صعب، فده نتيجه ايه؟ ان الفاكسينيشن نفسه ممكن انه يفشل بسبب الميوتيشن، ومع ذلك الفاكسينيشن دي خطوه مهمه جدا جدا. تمام، في بيبر اتنشرت في النيتشر قالت، بيبر دي منشوره في 19 اغسطس 2021، قالت ان الكوفيد فاكسينز بروتكت اجينست دلتا بس ذير افكتيفنس وينز ا ستدي ببلشت ان نيتشر. ماشي، يبقى الانتي بوديز اللي موجوده بتضعف، بتروح، الجسم بياكلها بالفاجوسايتوزيس وبغيره. تمام، ف بالتالي حته الايه ان احنا هنعتمد قوي على الفاكسينيشن، ما ينفعش ان احنا نعتمد بنسبه 100% على الفاكسينيشن، لازم يكون في الترناتيف ميثودز موجوده مع الفاكسينيشن نقدر ان شاء الله على الفيروس. الماده اللي موجوده في التركيبه ديت كمان لها انتي انفلاماتوري ولها انتي فيرال اكتيفيتيز. ده هي وجدوا ان لها تاثير رائع على الهيرب سيمبلكس، على سبيل المثال الاتش اس في 1 والاتش اس في 2، وطبعا لها تاثير رائع على الانفلونزا، وبالفعل هي موجوده في السوق لعلاج الانفلونزا الاتش 1 ان 1 وغيره. كمان له ديس انفكشن بروبرتيز، له ديس انفكشن بروبرتيز. في ناس كمان كتير بيحطوا الحاجات ديت في الاكل وفي الميه، على سبيل المثال عندنا اللي هو ميه الورد، بيحطها في الميه بتدي ريحه كويسه جدا للميه اللي بيشربها، بتدي طعم كويس قوي للميه، وفي نفس الوقت بايه بيعمل عمليه ديس انفكشن للميكروبس اللي عايشه جوه الميه. المواد ديت كمان لها انتي انفلاماتوري اكتيفيتيز، لها تاثيرات ضد الالتهابات اللي هي اساس الكريتيكال سيمبتومز بتاعه الكوفيد 19. المواد ديت او الماده الرئيسيه في هذه التركيبه موجوده في صوره كبسولات في المانيا لعلاج ايه؟ ده لعلاج البرونكايتس، كمان لعلاج التهابات الرئه. طيب احنا كده برضو قريبين خالص للتارجت بتاعنا. كل الدراسات الكمبيوتريه زي المولكولار دوكينج والانسيليكو ستاديز كلها قالت ان المواد ديت لها تاثير رائع على الكوفيد 19. يبقى ده الوقت احنا كده خلاص يعتبر الاستراتيجيه الاولانيه عملناها اللي هي بتقضي على الفيروس نفسه في الاندور بليسز. تمام، والاستراتيجيه الثانيه بقى ان هو يبدا يلعب على الاسيتي ريسبتورز كويس جوه الجسم. يعني الانسان واحد لما يشم هذه المواد من خلال هذا الجهاز بيحصل ان الاسيتي ريسبتورز طبيعتها بتتغير، فبالتالي الفيروس لما يخش جوه الجسم عن طريق اللنج النفس مش هيلاقي الريسبتورز اللي هو بيدور عليها، هيلاقيها تغيرت، فمش هيقدر يعمل عمليه ماتشنج مع الايه مع الريسبتور زي الغطاء والحل. طيب الحاجه الكمان الظريفه في الجهاز ده كده ان هو بيحول الماده ديت الى ماده غلطيه. يبقى انا بالظبط كده زي ما اكون جبت صابون ورشيته فين؟ في الغرفه او في المكتب. ماشي؟ بدل ما اغسل بيه ايدي بقى، لا ده انا جبت صابون وقمت رش، هي بالظبط نفس الايه؟ نفس الفكر. يبقى انا بعقم الهواء نفسه باستخدام ماده قريبه لماده الصابون. كمان المادة ديت ممكن تستخدم administered بالانهاليشن، تستخدم بالانهاليشن. الانهاليشن ده او الانهيلرز هي من اجمل الطرق في الادمنستريشن بتاع الادوية، في تناول الادوية.
ليه؟ لان لها مميزات كثيره جدا. تمام، على سبيل المثال ان هي فيرست الفيرست باس ميتابوليزم، احنا ما فيش هنا عندنا فيرست باس ميتابوليزم. لما المواد بتتاخد عن طريق انهيلر او عن طريق سبراي احنا بنتغلب على موضوع الفيرست باس ميتابوليزم اللي بيتم في الليفر وغيره وفي التيشوز وفي الانتستين. الكلام ده خلاص مش موجود عندنا، فبالتالي ده بيزود البايو افيلابيليتي للمواد، وبالتالي لما اجي استخدمها في البدايه خالص هقوم اقلل الايه الدوز، لان انا البايو افيلابيليتي بتاعتي كده كده هتكون عاليه. على سبيل المثال الفنتولين سبراي والفنتولين اقراص، ايهم احسن في علاج البرونكايتس او كبرونكودايليتور؟ طبعا معروف ان الفنتولين سبراي هو احسن بكتير من الفنتولين اقراص كبرونكودايليتور. الدليل على ذلك كمان ان هما بدأوا يعملوا دلوقتي فاكسين تتاخد عن طريق الانهيلر عشان تعمل ايه شوت دور الفيروس اون فيروس. يبقى في فاكسين دلوقتي بيعملوه ان هما يحطوه كنيزل سبراي، لقاح عن طريق نيزل سبراي، وديت حاجه طبعا جديده ان اللقاح دايما اللقاحات تتاخد عن طريق حقن، هنا عاوزين يعملوا لقاح عن طريق نيزل سبراي لان هما شايفين ان الانهيليشن ده يعتبر من افضل الطرق في الادمنستريشن. كمان المواد ديت لها انت انفلاماتوري اكتيفيتي باي بلوكينج السيتوكاين ريليس. السيتوكاين ريليس ده هو المشكله الرئيسيه بتاعه كوفيد 19. يعني الفيروس في حد ذاته ما هوش مشكله، الفيروس الكورونا في حد ذاته هو ما هوش مشكله، المشكله بتاعته الرئيسيه هو الريسبونس بتاع الجسم، ماشي. ولذلك انا دايما بقول ان الكورونا انفكشن از ا ماتر اوف بودي ريسبونس وليس ماتر اوف فيروس اتسلف. الفيروس اتسلف ده زيه زي الانفلونزا، لكن الرياكشن بتاع الجسم هو اللي عنيف، فبيؤدي الى سيفير سيتوكاين ستورم. المواد ديت لها انتي انفلاماتوري اكتيفيتي عن طريق انها بتعمل بلوكينج للسيتوكاين ريليز، وده شيء جميل جدا، فعشان كده بيستخدموها في علاج الكوب والفيفر والفلو والبرونكايتس والسينوسايتس والفرنجايتس والنيزل ديكونجستنت والريسبيراتوري انفكشنز والاسماتيك بيشنتس. الحاجه الحلوه كمان في هذا الموضوع ان الفيبرز اللي هي جنريتد ديت دايما الفيبرز بيكون لها اكتيفيتي اعلى كتير جدا من الليكويد فورم. على سبيل المثال يعني زمايلنا الافاضل في الاقسام الكيمياء اما بيستخدم فيبر ووتر فيبر في الكيميكال رياكشنز بتبقى احسن له كتير جدا من استخدام الميه في الكيميكال رياكشن. ليه؟ لان الووتر موليكولز دي بتقوم تتجمع حوالين نفسها، بتعمل حاجه زي مايسلز كده يعني، بتقوم تتجمع، لما بتتجمع ما بتبقاش اكتف قوي في التفاعل في التفاعلات الكيميائيه. لكن لما تحط فيبر في التفاعل الكيميائي لا، ده الفيبر دي معناها ايه؟ معناها ان كل موليكول ماشي لوحده في الهواء، فعاوز يدور على الاستابلايزيشن، عاوز يبقى ستيبل لان هو اكتف، فبيدور على اي حاجه ايه يشبط فيها. الحاجه الثانيه كمان لو حتى المركبات ديت اللي موجوده هنا في هذه التركيبه اتخذت اورال، الاليمينيشن بتاعها كمان بيتم عن طريق اللنجز، وده يعتبر حاجه جميله. يعني الاكسكريشن بتاعها بيتم عن طريق الرئه، يبقى انا باخد اورال والاكسكريشن بيتم عن طريق الرئه، فده بيعمل ايه لوكال فارماكولوجيكال اكشن بقى، تمام، زي الانتي انفلاماتوري زي الفيروسايدال افكت. طيب الحاجه كمان الرئيسيه والجميله قوي في هذه المركبات ان هي سيف دراكس. ليه؟ لان هي بالفعل موجوده في السوق، فاذا احنا قدام سيف دراكس، احناش محتاجين بقى لما نيجي نلخصها ان احنا نخش نعمل بورتفوليو كامل عن التوكسيسيتي والكلام ده كله. الحاجه الثانيه انا بستخدم هنا السونيكيشن، ما بستخدمش اي حراره خالص، ما بستخدمش اي نويز، الجهاز ملوش اي صوت ورخيص، ماشي، تشيب تول، والفورمولا نفسها رخيصه. مش كده وبس، ده احنا من ضمن المميزات بتاعه الموضوع ده هو ان انا احط، ممكن احط برفيوم في قلب الايه في قلب التركيبه ديت، ماشي، وتعمل لي تعطير، عمليه تعطير للجوي، بتعمل تعقيم وتعطير، بدل ما تجيب بقى معطر جو ورشه كل يوم يكلفنا قد كده، او ارش الحاجات اللي هي الحاجات الاساس اللي موجوده عندي في البيت، لا مش محتاج ده خالص. لان انا مثلا عندي بحطه في اوضه النوم، بقوم الاقي السرير والمخده والحفه والبطاطين كلها لها ريحه برفيوم حلوه، ماشي، فكان انا بالظبط يعني هستخدمه كديس انفكتنت وهستخدمه كمعطر. وطبعا ده كويس جدا بقى ان احنا نشيل بقى الماسكات جوه الاندور بليس، طالما انا حاطط الجهاز دهوت في مكتبي، اي حد حتى لو داخل هو عنده كورونا مش ان شاء الله انا مش هيحصل لي عدو منه. ليه؟ لان بالفعل عندي مصدات
عندي حائط صواريخ موجود للفيروسات اللي داخلها. طيب ده الشغل اللي هو اتقال ماشي واللي احنا طبعا بنثق فيه لان شغل التعامل كويس قوي. احنا بقى لازم نعمل احنا من ناحيتنا الاكسبيرمنت بتاعتنا، لازم نعمل تجربه نشوف هل فعلا التركيبه ديت شغاله على فيروس كورونا ولا لا. ده اللي احنا عملناه في القاهره، جبنا 2 ملي بس، 2 ملي من التركيبه بتاعتنا تمام اللي هي ديت، 2 ملي منها وحطيناها في الجهاز دهوت. الجهاز ده بيحتوي على حوالي 300 ملي ميه، يعني متخيلين حجم الدايلوشن قد ايه. طيب بعد 5 دقائق الفيروس نفسه حصل له انهيبيشن بنسبه 11%، بعد 10 دقائق حصل له انهيبيشن بنسبه 18%، بعد نص ساعه بنسبه حصل له انهيبيشن بنسبه 52%. 52% بعد نص ساعه وهو دايلوتد ب 300 ملي ميه، ده حاجه كويسه جدا تمام. طبعا الفيروس كنا مزروع في الخلايا بتاعته اللي هو بيعيش فيها، والشغل ده تم على الفيروس نفسه مش على كومبوننتس من الفيروس عزلناها وبنجرب عليها يعني، لا ده احنا جبنا الفيروس نفسه سترين موجود هنا في مصر واشتغلنا عليها واستخدمنا البلاك انفكتيفيتي اسي علشان نحدد الانهيبيشن بتاع الفيرال انهيبيشن، وجدنا ان بعد نص ساعه حصل حوالي 52% فيرال انهيبيشن، فده يعتبر حاجه جميله قوي يعني. الفوحات ديت موجوده في صور كتير، في منها فوحات بالشكل ده وفي فوحات اكبر وفي فوحات اصغر، ممكن تحط فين؟ في السيارات الخاصه، تتحط في الاتوبيسات، تتحط في الميكروباصات كمان، لان الاتوبيس يعتبر اندور بليس لانه مكان مقفول. العربية نفسها تعتبر اندور بليس، لو انت راكب عربيتك واحد قاعد معاك وهو عنده الفيروس نفسه دي مشكلة، لما تحط الجهاز ده جوه العربية فانت كده بتحمي نفسك وبتحاول ان انت الليفييت الايه السيمتومز او عملية الفيرال لود يعني، بتقلل منها كامل يعني. وده ممكن تحط في الاير كونديشننج باسلوب معين، السائل ده ممكن تحط في الاير كونديشننج، وممكن كمان نحطه في صورة بات كده زي الإقراص بتاعة الايه بتاعة الناموس على سبيل المثال. طيب هل في حد اشتغل بقى في الامور او يعني هل في حد عنده حاجات متعلقة بالجزء بتاعنا ده؟ ايوه في عندنا، على سبيل المثال في ناس في امريكا وبالفعل هم طبقوها في بعض المدارس واصبحت خلاص في بعض الولايات لازم يحطوا الجهاز ده اللي هو تعقيم الهواء، يعني نفس الفكرة بتاعتي اهي، تعقيم الهواء عن طريق حرق الهواء، دي الفكرة اللي هم وصلوا لها. يعني أنا أحرق الهواء، أحرقه علشان أعقمه، وطبعا دي عملية مكلفة جدا وعملية شاقة جدا ماشي، لأن هو بيسحب الهواء عن طريق تكييف زي ده، بيسحب الهواء كله اللي موجود في الغرفة، والتكييف ده وراه حجرة تانية، حجرة حرق، يبقى الهواء كله يتنقل للتكييف او وحده الشفط اللي موجوده في التكييف، ورا التكييف دهوت فيه حجره حرق تحرق كل اللي موجود في الهواء. طب ما هو ده هيقلل الاكسجين اللي موجود، ده ممكن يؤدي الى عمليه نقص اكسجين واختناقات، وطبعا ده شيء مكلف جدا يعني. ليه؟ هو عاوز يحرق الهواء تمام. احنا بقى ما بنعملش الكلام ده، احنا هنسيب كل حاجه زي ما هي، ومجرد ان احنا هنركب حائط صواريخ في الغرف بتاعتنا او في الاندور بليسز. فهوريكم حاليا فيديو عن عملية التعقيم اللي هم بيعملوها بالحرق في هناك يعني في أمريكا. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج حوار فرانس 24. ضيفي وضيفكم اليوم ينضم إلينا من هيوستن تكساس بالولايات المتحدة، إنه مؤسس ورئيس شركة ميديستار المختصة في منشآت الرعاية الصحية. منذر حوراني أهلا بك وشكرا لحضورك معنا. انتقلت إلى الاختراع الأخير، هذا الاختراع فقط للتذكير هو ابتكار منظومة تقضي على الفيروسات بنسبة عالية، هذه الفيروسات في الهواء Integrated Viral Protection أو IVP، وهذا ابتكار تم بالشراكة مع جامعة هيوستن بتكساس. هل يمكن أن تشرح لنا من أين أتت الفكرة وأين أنتم اليوم من يعني كل التدقيق العلمي لهذا الابتكار؟ هذا الفكرة أتت من وراء أنه الكورونا والفيروس بيموت على درجة 71
175 درجة فارنهايت بيقتل الكورونا وبيقتل هذا. مشان هيك جيت باختراع using mesh نيكل mesh هل الهواء بيقدر يفوت فيها. هذا الاختراع كمان المش النيكل فيها current air في كهرباء من موصلها إلى activate يعني بتخلي الاتم بأن نيكل مش يبلش يشتغل. هذه بتطلع حوالي يعني 350 degrees بدون ما سخن الامبيانت اير الهواء اللي جنبه. هذا اهم شيء انه هذا الماش اللي هون بتسخن كتير لدرجه 350 400 فارنهايت في وان اوكي. اذا بس المهم منها انه ما بتخلي الهواء اللي جنبه يكون حامي. هذا اهم شيء بالهيد اوكي. وهذا بسموه سوبر كوندكتيفيتي اوكي ان فيزيكس. خدناها على جامعه هيوستن بهيوستن في اكبر لاب مشان سوبر كوندكتيفيتي. ورئيس اللاب اللي المدير اسمه دكتور ران مادين العالم دكتور تشو and تشو was nominated يعني مشهور لانه طلبوه مره واحد مشان النوبل برايز كان متقدم كان عليها. الاسم نعم يعني في قائمة الذين طرحت أسماءهم لجائزة نوبل. طيب اليوم هل يمكن يعني هذا المنتوج أو هذا الابتكار كبير الحجم ويستعمل في أماكن كبيرة في مساحات كبيرة، هل يمكن أن يتم التفكير في آلة مصغرة تستعمل في البيوت مثلا؟ هذا الاختراع في نوعين، في موبايل اللي بنعملها موبايل بروح على محلات وهالاشياء بسيركليت يعني كل الـ الهواء 1800 CFM تعمل سيركليشن يا له بتقتل الكورونا. هذه بيكون هذا في 1 بنسميها حوالي 6 فيت اوكي اند R1 حوالي 4 فيت. بعدين جبنا واحدة بتحطيها على المكتب عندك على الطاولة حوالي 12 inches and so on. 12 inches بتاخد 240 سكوير فيت مربع اوكي يعني بتنظفه اوكي. هلا هذا الاختراع بالمدارس له 3 اشهر بالمدارس بدالاس وفلوريدا 3 اشهر. طيب استاذ حوراني عفوا اقاطعك لان لم يبقى لدينا كثير من الوقت، امامنا دقيقه فقط وود ان اسالك بما ان التسويق بدا داخل وخارج الولايات المتحده في طريقه ثانيه برضو قال لك لا ده احنا هنجيب فلاتر كبيره ونحطها ونعمل عمليه شفط للهواء برضو ونمررها على هذه الفلاتر والفلاتر ديت بعد كده انا باخدها وبعقمها. شفت بقى عمليه متعبه ازاي؟ يبقى في واحد قالك لا انا هشفط الهواء اللي موجود في الغرفه واحرق الفيروسات اللي فيه، واحد تاني قالك لا انا هشفط الهواء ده وفي فلاتر معينه هتقوم تمنع ان الهواء ده يخش واقوم مدخل الهواء مره ثانيه الى الغرفه متفلتر. طبعا دي عمليه مكلفه وعمليه يعني ما هي سهله يعني او يعني تكنيكالي تعميمها ما هوش سهل، لكن دي طبعا تعميمها سهل جدا يعني كل واحد هيحط في مكتبه او في بيته او في المكان اللي هو بيشتغل فيه هيحط جهاز ده هوت هيشتريه مره واحده والمحلول ده هوت ما هوش غالي قوي يعني الميه مع التركيبه بتاعته. ده بقى ممكن يستخدم في تعقيم الاماكن المغلقه زي المنازل بتاعتنا الشقق الفيلات الاماكن اللي تردد عليها الناس باستمرار زي مكاتب اعضاء التدريس مكاتب الهيكل الاداري للجامعات قاعات المحاضرات اللي بتكتظ بالطلبة القاعات المعملية البحثية المستشفيات بقى وأماكن العزل لمرضى كورونا. شوفوا إزاي الدكاترة بيتبهدلوا عيني بسبب الانفكشن من المرضى ليه؟ لأن التعقيم نفسه حتى بروتوكولات التعقيم القديمة اللي موجودة ما بتحمهمش بنسبة 100% هم
يعني غرف العزل والكوردرات والأقسام اللي فيها مرضى كورونا، التعقيم شغال في 24 ساعة ومش بيقضى على الفيروسات برضه. طيب المدارس بأنواعها بقى، النهاردة امبارح في إنجلترا وفي فرنسا قالوا لا نرجع تاني الماسكات لمين؟ للطلبة. الطلبة لازم يلبسوا ماسكات من أول وجديد. أنا بقى لما أستخدم جهاز ده مش محتاج الكلام ده كله. دور الحضانة، عيادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات ومعامل التحاليل، شوف بيخشوا الناس قد إيه، فهم لازم يحموا نفسهم بهذه التركيبة. مكاتب الوزارات المختلفة بكل ملحقاتها، مكاتب الوزراء والبرلمانات المختلفة ومجالس الأقسام والكليات، مكاتب النيابات القضائية بكل أنواعها مدنية وعسكرية، مكاتب أقسام ومراكز ونقط الشرطة، شوف الناس اللي هم متهمين في قضايا وضباط الشرطة وكل السلك الشرطي إزاي إن هم ممكن يحصل لهم انفكشن بسبب إن هم على طول في تعامل مع ناس، يعني أماكن حجز المتهمين والسجون، قاعات المحاكم القضائية، صالات الاحتفالات الاجتماعية، صالات الأفراح، مكاتب السيارات، مكاتب الموظفين في كل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، المولات، محلات البقالة والكافيهات ومعارض السيارات وجميع محلات الملابس ولوازم السيارات والمطاعم وقطع الغيار وجميع أنواع الورش وشركات الصيانة وجميع مراكب المواصلات العامة والخاصة زي المترو. شوف المترو الناس تبقى راكبة فوق بعضها إزاي، الأتوبيسات، الميني باص، السيارات الخاصة والعامة، المسارح وقاعات التدريب ودور السينما وقاعات الأفراح، محلات الكوافير والحلاقة وجميع أنواع النوادي والمنتزهات، كل الأماكن يتواجد فيها عدد من الموظفين والعمال زي أنواع الشركات والمصانع، كل أنواع الشركات والمصانع زي مصانع الأدوية والملابس الأخره، الملاعب الرياضية المغلقة زي كرة اليد والسلة والبينج بونج الأخره، وبالتالي يمكن استخدامها في الأولمبياد والدوري والكاس والبطولات الرياضية بكل أنواع. وكمان احنا الوقت بنجربها في المزارع البيطرية زي مزارع الدواجن والأسماك. الخلاصة التركيبة دي إن شاء الله تركيبة رائعة، يعني أنا مستبشر لها خير كبير قوي، وخاصة إن في بعض الناس ويعني أشادوا بيها واستخدموها بالفعل، ملهاش سايد إفكتس لأن كل مركباتها موجودة في السوق، سهلة التصنيع، بتشتغل على الكورونا بثلاث استراتيجيات اللي هي بتقتل الفيروس نفسه في اندور بليسز، كمان انها بتعمل عمليه ايه ديس ماتشنج ما بين الفيروس وما بين الريسبتور بتاعته جوه الجسم، كمان ان هي الليفييت الكريتيكال سيمتومز بتاعه الفيروس زي انتي انفلاماتوري اكتيفيتي من خلال بلوكنج السيتوكاين ريليز. ديت انا مستبشر لها خير قوي ان هي هتقلل، بلاش اقول بنسبه 100%، ده لو احنا يعني لو انها قللت بنسبه 50% من الفيرال لود، فالناس اللي هم بتوع الفيرولوجي فاهمين الكلام ده كويس قوي، لو قللت بنسبه 50% الفيرال لود فده يعتبر شيء رائع. وكمان المركبات ديت يعني رخيصه وتتحط في جهاز رخيص ما هوش غالي، ما اظنش انها هتبقى كل مكالي يعني ان افوردبل يعني. شكرا جزيلا.